السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما ينفعش تعمل زي ما الرسم ما بيقول أو ما الجرافيك بيقول أو زي ما بتاع الديكور بيقول، لازم تشغل دماغك وتفكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هنا حمام ماستر عرضه 150 في طول 2 متر 70 تقريبا يعني. هنا الجرافيك كان بيقول قرب، هنا بيقول هنحط الحوض على عمود وهنبرز 10 سنتي قيمة المواسير وهنبني حائط بطول الحمام من الاول للاخر عشان احط الصندوق الدفن واجلد الكاميرا ويبقى الحمام فيه سيمترية، وهنا كده التويليت وهنا الحوض وهنا كابينة الشاور. فكرة جميلة جدا وممتازة جدا 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 جدا. وكان من حط البداية دي من البداية كان العبد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كانش فيه بقيه تكمله الديزاين بره. طبعا احنا كنا عملنا الشغل بتاعنا اهو، يعني انا الشغل بتاعي اتعمل اهو، جايب المخارج من المطبخ خلاص، انا الحمام اكاد يكون اتفصل معايا وفصلنا السمارت بوكس وعملنا الدنيا بتاعتنا كلها على الرسم والجرافيك اللي كان بيقول، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والهامه الينا ربنا نور بصيرتنا ان بره هنا، اطلع بره هنا، هنا في سرير، السرير بتاع غرفة الماستر، وسع وسع ارجع ارجع، هنا كده في سرير لغرفة الماستر. فانت جوه الحمام كرسم كديزاين كجرافيك ممتاز جدا و10 من 10، ولكن بره بيكمل جوه. انا لما كملت بره هنا وقلت ايه اللي موجود في المكان دوت، قال لك هنا يوجد سرير باتنين كومودينو. طيب انا عندي سرير باتنين كومودينو، السرير عرضه 160 وكومودينو 60 يمين و60 شمال، ادي 120 120 و160 يبقى 2 متر 80. المسافه دي كده حضرتك من الحائط هنا لحد البلكونه 3 متر و10، فانا اصلا عايز 82 فمعايا 30 سنتي زياده. طيب انا لو جيت بدات حطيت الكومودينو بتاعي هنا، الكومودينو عرضه هنقول 60 او 55 على حسب، في حاجات بتبقى صغيره، فده هنا كده بداية الكومودينو، فأصبح الممر أو الدخول لباب الحمام صغير جدا، لأن أنا عندي بعد كده هنا كده سرير وبعد كده في كومودينو، فأصبح هبدأ أحط من أول الحائط أو أسيب فراغ من الحائط كومودينو سرير كومودينو، فأصبح الدخول للحمام من هنا. دي التركاية أو الحتة بتاعتنا إحنا كمحمد صلاح أبو علي، طرقة الدخول صغيرة جدا جدا للغاية. طيب احنا بفضل الله صممنا الحمام خلاص خلصناه، ولكن ما ينفعش ما اتكلمش. طبعا كلمنا العميل وقلنا له يا فندم في كذا كذا كذا، قلنا له في كومودينو هيبقى محطوط هنا هيضيق الدخول فهيصعب الممر دخول الحمام. فطبعا غيري كان قال لك ماليش دعوه ومشي حالك يا عم، يلا انت خلصت الحمام خليك تمشي. لا، احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى والمعلومه اللي نعرفها لازم نفيد بيها غيرنا. فاصبح ان احنا هنشيل الباب ده من هنا زي ما احنا مكسرين من تحت هنا كده، باين معاك التكسير، زي ما احنا مكسرين هنا كده هنشيل الباب ده من هنا ونجيبه الناحيه دي هنا. يبقى انا عملت حرم، حرم 80 سنتي للكومودينو، اصبح الكومودينو موجود ما ليس له علاقه بباب الحمام اطلاقا بالمره. والشغل اللي كان على اللاين هنا هنجيبه على اللاين الناحيه الثانيه، بمعنى تعالى كده بص سيادتك بفضل الله سبحانه وتعالى، هنا خلاص الكومودينو بالباب ده هيجي الناحيه ال 80 سنتي، الباب بتاعي تعالى تعالى تعالى، الباب بتاعي هيفتح على العمود مفيش في منه اي مشكله. هبدأ أجيب الشغل اللي كان على اللاين هنا هجيبه على اللاين هنا، نفس المساحة ونفس كل حاجة، ولكن أفدت سيادتك من الباب الخارجي للكومدينو بتاع غرفة الماستر. فأصبح أحط كابينة شاور 90 وأحط تويلت 90 وأحط حوض فيه 70 سنتي، نفس المساحة، الديكور بتاع الكاميرا هصحح الجنب ده من بسوى العمود من الأول للآخر عشان أعمل بوكسات تجويفات جوه كابينه الشاور في ال 90 سنتي، واروق الدنيا معايا، السيمتريه بقت واحده، ما بقاش في تلوث بصري في المكان، اصبح افدت واستفدت ان انا فتحت الباب على العمود، بعدت عن العمود بكل مقاييسه، ونقلت شغلي الناحيه الثانيه عشان اعوض الفرق بتاع الكومودينو بره. فيديو مهم جدا جدا لحضراتكم، يا رب ينال اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب، ولا تنسونا من صفحه دعاكم دعوه صالحه من الرجل صحتك فينا بالدنيا وما فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.